السلام عليكم. شكرا. Now they FA released the schedule for the matches until the end of February almost. And now الأهلي will play at least 10 games in this period, including World Cup, CAF Champions League and the league. How we deal with this situation and prepare? سؤال الاتحاد المصري دلوقتي حدد الماتشات لغايه اخر فبراير وهتلعب ماتشات كاس العالم وبطوله افريقيا ازاي بتحدد تشتغل على الاجنده بتاعت الماتشات الكتيره الكوتشات المتتاليه كتير هتشتغل انت ازاي مع فرقتك وهتعدها ازاي؟ My answer to him اجابتي للاستاذ was because of the traffic that is coming عشان الزحمه جايه زحمه الماتشات I must have traffic he comes from corona remember أكرم توفيق راجع من كورونا زي ما حضرتك تفتكر in the condition بيرجع رجع المستوى خلاص بيكهام is good on condition بيكهام مستوى كويس هاني is not هاني لسه بنزود and سوليا is coming سوليا راجع he needs a little bit محتاج وقت زي ما مشاركة أفشا is coming from corona أفشا برضه كان كورونا وراجع finish 90 minutes ما يقدرش يكمل 90 دقيقة بشكل كامل كهرباء نفس الموضوع 90 دقيقة ما يقدرش يكملهم so you understand that the changes شايف التغييرات بتحصل التغييرات بعمل تغييرات ليه not according to the match التغييرات ما بعملهاش بناء على عسير المباراه when that traffic comes لما في اللعيبه كتير like زحمه في ماتشات كتير متتاليه ورا بعض لازم يكون مجهز لعيبه يبقى عنده لعيبه كافيه right 24 لعيب كلهم حياتهم كويسه so that you can deal with that, the demands that are coming اقدر العب على المتطلبات بتاعتي الماتشات الجايه اقدر العب مين يبقى عندي لعيبه متاحه اقدر العب بيهم في الماتشات الجايه جهز 24 لعيب the good flow of the match وانا بضحي في حته الماتشات المتتاليه وبغير الخطه اصلا بناء على المتاحين because it's very difficult لان صعب ان تلعب بالخطه بتاعتك في ظل الغيابات اوكي okay?